يا جماعة أنا عندي مهرجان اسمه زمن الشميل أوردز، أوكي؟ هول بنكلم فيهم الناس الكبار من عمر اللي مرق عليهم الزمن، أوكي؟ ونسيين. طيب، مين تختاروا من هول الكبار تنكرمون وليش؟ أوكي؟ مرونة. الأجنبية ولا اللبنانية؟ لا اللبنانية أكيد. أوكي، ليش؟ بس أنا هي حدا هيك. هي حدا أول شغلة مثلت لبنان كله بكل العالم. هي كمان حدا فلكلور وحدا هي كثير قابله تصوير الجيل القديم والجيل الجديد فهذا الحدا فيروز ايه انا كمان فيروز بتحسها مش بالعكس اوكي ليه اول شيء لانه هي منا كثير ما بتطلع على الاعلام سو حلو انه نتعرف على شخصيتها كمان اقرب تكون للناس نتعرف عليها اقرب وبلس انه كلنا بنوع الصبح بنسمع فيروز وكلنا بنسال هي شو بتسمع الصبح سو اول شيء نتعرف عليها اكثر هلا هو حكي عن مادونا كنا نحن دائما بنعطي احيانا لقب للناس اللي بنحبهم وبنعزهم ليدي اوكي بنقول ليدي مادونا او في عنا ليدي ديانا بهيك برايكم شو يعني شو معنى ليدي شو بيمثلكم كلمه ليدي ليدي از ا فول فيمينست اول شغله ثاني شغله انسانه كثير قويه تقدر توقف قدام العالم وتواجههم وتحكي اللي بدها اياه بثقه وتوصل فكرتها بالطريقه اللي هي بدها اياها وغيرها يتقبلها صاير معك مثلا شي مرة التقيتي بشخص شاب كتير حلو بس فتحت امه بدك تهربي تروحي على البيت عشان بدك تسمعي صوت صاير معكم؟ بالعكس حتى ماما صايرة معصبة انا بدي اسمع شوي رأي صبايا صديقة تنمو صار معك شو بتعمل؟ كيف تتصرفي؟ ما بفرجي انه انا متضايقة منه اكيد بضل عادي نورمال قدامه فجأة انه هو انسان طبيعي عادي اكيد اذا قدرت اقول له انه هذا الشيء غلط فيك على جنب مش قدامي كثير اكيد بقول له بنصحه قديش بتلاقي وقاحه من البنت شيء حلو بوزيتيف او نيجاتيف يعني تقول عندك صديقه او تعرفها وحده بتشوفها انه بتحسها انه كثير هي عم تاخذ كل المبادرات وهي وقحه وبتقول لك هيك من اول اللقاء مثلا بتقول لك اذا عندك سياره اذا عندك مصاري اذا عندك هيك وشو عم تعمل حسب يعني اذا كان عقلها مادة اكيد هذا شيء نيجاتيف قصص عاديه كثير بس اذا معه سياره اوكي مش شو السياره يعني اذا عم تحكي بارز اذا عم تحكي عادي بس ما بدها تكون انه اوكي بالنسبه للمبادره مثلا برايك لازم نحن كشرقيين نكمل على المبادره انه الشاب لازم ياخذ المبادره ولا تغير شوي الكونسبت نصير مثل الاوروبيين شوي البنت هي تاخذ شوي كمان انشيتيف شو رايكم؟ فيها البنت هي تبادر بس ما تفقد بمصتها وما تفقد مركز انه هي البنت الناعمه شو بتنصح للشاب اكثر من المراه؟ لانه المراه دائما المراه هي برزتها اكثر قتلتها اكثر بس هون بلبنان دائما بقول هي الشاب شو عمل؟ هي هيك شو عمل؟ بس وين الغلط بالموضوع؟ وشو انت الموقف تاعك اللي بتقدمه لبين المراه والرجال؟ هلا اول ما وصلت انا عم نحكي من 10 سنين تقريبا هون كان الكونسبت انه لا تجميل للمراه بس بلشنا كان كانه عيب الشاب يعمل تجميل كان يخبوا يعني في ناس كانوا بيقولوا في ناس ما تقول انه انا شفت عندك او بيقولوا كل زمان تيجوا هن يعملوا هلا تغير الكونسبت هلا عم يجوا هن الكبل انا بدي اتجمل وبدي اجمل مرتي هلا في احيانا عم نوصل لمرحله انه الشاب عم يقول بدي اعمل خالي بس بدي اعمل شفط لبطني او شيء بس الاشياء الباقيين عم يستحي يقولوا مثلا اذا هو عن جد بحاجه لشفاف ولا هو عنده هذا الهوس نو 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 بدنا نوصل لهالمرحلة كتثبيت وجه بس انا دائما عم شوف البنات مثلا كلهم بيشبهوا بعض صاروا للاسف للعيون او بتجي وحده بتقول انا بدي اعمل مثل الثاني بس الشاب يجي هو كائن وجه كل حدا مرسوم برسمة وجهه شيء بس هالاشياء اللي نحن بنعملها حتبين كثير قصص موجوده فيها يعني اذا بتقنع هيدا الشيء حتبين لك احيانا بلشنا نحن مثل ما قلت لك بنبلش انه اذا عن جد هو بحاجه ولا لا تنقول هو بحاجه احيانا نعمل قصص صغيرة بتبين فرق كثير على الوجه واحيانا بنعمل شيء مليون افريك كانه ما عملنا شيء فهو بيرجع للذكاء الحكيم وين بده يحط التاتش تبعه مش بكميه الابر او كميه البوتوكس اللي رح يعملها هو
نظرة لأن احنا بالطب مش بس ساينس، احنا عنا كمان شيء اسمه الفن. فبدو يجمع الفن مع الزول مع الساينس تيطلع شيء حلو. وأهم شيء إذا هي منا بحاجة نقلا منا بحاجة لألا أو لألا. كيف بتعرف انها هي بحاجه؟ شو الكريتيريا اللي بتحس انه بحاجه؟ اوكي، وحده تيجي لعندي عندها شفاف وبتقول لي بدي شفاف، طب انا اكيد لا صح؟ بس عن جد ما عندها شفاف، انا ما عندي هالشيء نيتي مثلا لازم تعمل، بس كمان برجع مثل ما قال هو لازم نعمل شيء ما يبين، كانه هي خلقها هيك، كانه ما حدا اشتغل لها. التجميل المفروض لما بنشتغل عليها قصص وفي ناس بيشوفوها بيقولوا لها انت مش عم تكبري مثلا، هذا كتير فريش، هذا كتير حلو، هيدا دليل. ما هو صار هون اللي الدكتور صار يشبه بعض، بيقول لك نحن بدنا نعمل فلان او فلان، ما بنقلد حالنا او نحس او شو كياننا. مزبوط انه اللي قبلت البكالوريوس تمنع المايجرين كمان شوي بتخف. برافو عليك، برافو عليك. شو بتمنع؟ الناس اللي عندهم مايجرين انا كثير بيساعد. البوتوكس مزبوط بيروح التجاعيد وبيخلي بدون اكسبريشن، بس كمان البوتوكس عم يعملها مين؟ حكيم. فإذا هو عمل بطريقة إنه خلى نص وروح النص الثاني بيطلع شو؟ شيء مينتيننس، يعني هذا الشخص بس يكبر بكرة بعد 10 سنين ما رح يكون عنده مشاكل رينكلز أوفر وهيك. أولا، ثانيا نحن بدنا نشوف الشخص اللي قدامنا شو اختصاصه. إذا بس هذا كنا اللبلبلي بتعرفوا الممثل الأديرة المصرية أو إذا بتعرفوها اللبلبلي قالت لي راج بدي أعمل بوتوكس. قلت لها لا انت ممثله ما فيني انا اعمل لك بوتوكس، وين جمال الممثل اذا ما في تعابير؟ صح. اذا هي عم تبكي وما في شيء ما في تعابير، اذا عم تضحك. فقالت لي مزبوط خلص مش حاعمل بوتوكس. فبرجع كمان لاختصار، انا بدي انصحكم كجيل جديد لما تكبر شوي بتحسوا انه بدكم شوي خدود شوي شفاف، تمشوا على شيء اسمه مايلد، يعني حل الوسط. نحن لهلا عم نتعذب للجيل القديم اللي كان وقتها مودة البوتوكس والمودة الفيلرز الأوفر، لهلا عم نتعذب تنشيلهم وهني عم يتعذبوا نفسيا أكثر وأكثر. أولا إذا كنت تعملوا شيء تعملوا شيء مش permanent، يعني بداية بس تنقول 6 أشهر أو سنة ماكسيموم، أولا حتى بس يروح خلاص نرتاح ما عندنا مشكلة. وثانيا أهم شيء ما نمشي مع المودة، لأن التجميل ما عنده مودة. أوكي، التجميل عنده ذوق، بيلبق لك او ما بيلبق لك. فبدنا انا وياكم كلنا سوا بدنا نشيل هالفكره الشفاف الاوفر والمنخار هالقد قد الزر والعيون اللي هيك فاتحين مثل ساحره ويتش وهيك، بدنا نشيل هذا الكونسبت، بدنا نمشي على شيء اسمه لوك